هل يمكن لسائر أن يسرق سيارة، أن يسرق بيت، أن يسرق منشأة؟ هل ممكن للسائر أن يكون لص؟ بالنسبة لنا صورة السائر هي صورة ناصعة غير ملطخة مثالية فيها شيء خاص جدا، فلا يمكن للسائر أن يكون لص. قاموا بعمليات اغتيال غدر لشخصيات مختلفة بريئة في الدولة خارج الدولة. هل يمكن للسائر أن يكون أن يتصف بالجبن وبالغدر؟ منعوا المدارس من قيام بواجباتها وبمهامها على مستوى المجتمع. نفس الشيء بالنسبة للجامعات، هل من الممكن أن يكون هناك ثائر ضد العلم، ثورة ضد الوحدة الوطنية، ثائر يستخدم ألفاظ وشعارات تفتيتية في المجتمع؟ هل من الممكن أن يكون الثائر ضد المواطن يقطع عنه الغاز الذي يحتاجه يوميا في أمور الطبخ والطعام لكي يموت من الجوع، يقطع عنه المازوت والوقود لكي يموت من البرد، يقطع عنه الدواء لكي يموت من المرض، يقطع الأرزاق ويحرق المعامل والمنشآت الحكومية والخاصة لكي يجعل الفقراء أشد فقرا؟ هذه ليست ثورة. هل من الممكن أن يكون الثائر يعمل لمصلحة العدو؟ يعني ثائر وخائن؟ غير ممكن. هل من الممكن أن يكون من دون شرف ولا أخلاق ولا دين؟ لو كان لدينا فعلا ثوار حقيقيين بالصورة التي نعرفها لكنت أنا وأنتم وكل الشعب الآن نسير معهم. يعني هذه الحقيقة.